في كمان يعني مفاهيم مغلوطة في حاجتين. البنت بتتأخر في الجواز فهي بيتقال عليها كلمة مش لطيفة، والبنت اللي بتتطلق كمان بيتقال عليها كلمات مش على لطيفة. على فكرة لغاية دلوقتي كمان طبعا يعني احنا بصوا احنا في 22 داخلين على 23 بتقال لك ايه ده دي عانس. أيوة. يا جماعة ايه يعني ايه عانس؟ الفكرة نرمين في حاجة ان انتوا لو مش عاجبكم ان هي يتقال عليها الكلمة اللي نرمين قالتها مثلا ان هي عانس، طبعا احنا مش موافقين عليها كلنا خالص. دي كلمة وحشة جدا، بس لو انتوا مش موافقين ان هي بتتقال عليها عانس ممكن تبقى مطلقة بعد شهرين، وبرضه هي كلمة من الناس ما بتحبها في مجتمعنا. هي الاثنين مش عيب والاثنين مش غلط. هلا بدي اعتبرك عانس. انا عانس طبعا، انا عندي 32 سنه، انا عانست من زمان بمعايير المجتمع. طب اسمع انت عن جد عم بدي اسالك بكل صراحه، يمكن حكينا كثير بموضوع انه عمر ليش ما تزوج، بس انا عندي 32 سنه ليه اتجوز؟ لا ما اقول لك شو صغير هلا شوفوا في في لا صغير لسه ببني مستقبلي، معيش فلوس اتجوز اعمل ايه؟ طب اقول اكتر هشحت شويه وهقلع الفانيلا. شوفي اقول لك اوكي، عنده سبب هو انه هو حابب انه لما يرتبط بشخص انه يقدر انه هو يبقى يقوم فيها وبالعيله كامله. لان انا ما عنديش موضوع ان احنا نقسم فلوس البيت، ما عنديش موضوع ان هي تشاركني في الشقه، ما عنديش موضوع، انا احب اجيب كل حاجه انا كده، انا دماغي مقفله كده. راجل شرقي ما اعرفش، انا شكلي من بره اجنبي بس انا من جوه شرقي. فالفكره ان انا احب اصرف على بيتي بالكامل، احب ان انا اجيب كل حاجه في بيتي، اكفي بيتي بالكامل. لا بس اجيب مش هدايا. انها تساعدك يعني، يعني زي ما بنقول الافهم ودنين بيشيلوها اتنين، انت تساعد شويه هي تساعد شويه في كل العلاقات اللي ما كملتش للجواز قبل كده. انا كنت الشخص اللي بيبروفايد او بيقدم كل حاجه. فانا متعود على كده، دي اللاف لانجوج بتاعتي او لغه الحب. بحب كمان حسب تربيتك يعني. بحب ادلع، بحب الحاجات دي كلها. لو انا معيش فلوس اعمل الحاجات دي بكتئب وانا في العلاقه. شوفوا لانه ممكن انت نوعا ما عم تسعى لتعمل البيرفكت شويه. بس بنفس الوقت مش كل الشباب هيك، وبالعكس حلو التساعد، وفي ستات ما بتشتغل وفي ستات بتشتغل، يعني الرجل له دوره اكيد بالمجتمع. بس انا بلاقي دائما في سيئات وحسنات كمان للزواج، سواء كان اللي بعمر خلينا نحكي 26 وفوق او بعد ما تكون الوحده اشتغلت وخلصت الجامعه. وفي سيئات صح يعني، بس كمان انا اقول نقطه يعني عشان برضه اوضح الموضوع، بس مش فلوس الموضوع، ان انا ما لقيتش بنت الحلال. فهي دي الفكره يعني، انا مش رافض بالظبط، مش رافض رفض تعمل اللي هو لا يعني لا مش عامل كده، بس انا فعلا ما لقيتش واحده وايف ماتيريال او اللي هي شخص ينفع نتجوز او نوصل للمرحله دي، لان الجواز ده حاجه مقدسه وكبيره ومسؤوليه، مش حاجه صغيره.